طيب الله وفقكم. الموجود الموجود هو البيت الابيض ده البيت اللي بيتصرف فيه القوانين اللي بتهم العالم كله. وده مقر القومي الرئيس الامريكي المفروض. احنا النهارده موجود عند البيت الابيض عشان في مظاهرات وحظر لكل المسلمين. انا عايز اقول لكم قدام البيت الابيض الناس بتعطشهم فرش عادي كده ولا كانك في الاتحاديه ايام مرسي يعني. انا سامع ماشي كلهم سبسكرايب.